الظهيرة من الميادين، السلام عليكم وإلى عناوينها. السلطة الفلسطينية ترفض عرضا إسرائيليا بالإفراج عن الأسرى مقابل إبعادهم، وجولة جديدة من المباحثات بين عريقات ولبني وأندك. بعد أشهر من انسحابه منها، داعش يسيطر مجددا على مدينة البوكمال السورية عقب اشتباكات عنيفة مع النصرة والجيش الحر. الجيش اللبناني يبدأ بتنفيذ الخطة الأمنية في البقاع ويعتقل متعهد السيارات المفخخة ومجموعته. وقائد الأطلسي في أوروبا يتوقع نشر قوات أمريكية في شرق القارة لمواجهة التهديدات الروسية. السلام عليكم. أفاد مراسل الميادين في رام الله بأن الوفد الفلسطيني المفاوض رفض عرضا إسرائيليا اليوم بإبعاد أسرى من الدفعة الرابعة، هذا في وقت بدأت فيه جلسة المفاوضات الجديدة بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي بحضور الوسيط الأمريكي مارتن أندك. ومن المقرر أن تبحث الجلسة من جديد إمكانية إعادة الأمور إلى سابق عهدها قبل أسبوع والإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى. اللقاء جاء في وقت جدد فيه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري التزام بلاده التام حماية أمن إسرائيل. ومن بيت لحم ينضم إلينا مدير مكتب الميادين في فلسطين ناصر اللحام. ناصر، يعطيك العافية. يعني إذا كانت إسرائيل ستقبل بالإفراج عن الأسرى مقابل هذا الشرط، لماذا لم تطرح هذا الشرط أقله منذ فترة أو قبل أن تنهار حتى المفاوضات؟ لماذا الآن؟ لأنه إسرائيل أرادت تفجير هذه الأزمة وأرادت لي ذراع الفلسطينيين وإجبار القيادة الفلسطينية على تمديد المفاوضات. ربطت الأسرى كرهائن بيدها إلى حين ابتزاز القيادة الفلسطينية بموقف تمديد المفاوضات حتى بداية 2015 من دون أن يكون هناك أي مرجعية دولية لهذه المفاوضات ومن دون بحث الملفات النهائية. على كل حال من الأحوال حصلنا على بأنه اليوم يطرح إعادة المناورة من جديد. إسرائيل طرحت إبعاد 10 من الأسرى 30 الدفعة الرابعة الأسرى القدامى، ومن المعلومات التي توفرت لدينا وهي معلومات تكشف لأول مرة بأن هناك خلافات داخل الوفد الإسرائيلي نفسه، وهو ما عكس الخلافات الحادة داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي. وثانيا أنه رئيس الوفد الإسرائيلي ستيفي ليفني لا تقرر، بل نتنياهو عبر إسحاق مولخو يقرر. ثالثا الرئيس أبو مازن أعطى أوامر قاطعة ونهائية للوفد الفلسطيني برفض فكرة إبعاد أي أسير. رابعا أمريكا تسابق الزمن، واكتشفنا اليوم بأن هناك جلسات تفاوضية تحدث كل يوم وكل ليلة بعيدا عن وسائل الإعلام. وخامسا نتنياهو أمر بقطع الاتصال مع جميع الوزارات الفلسطينية باستثناء المفاوضات والتنسيق الأمني، لكن قراره لم ينفذ خشية أن يعلن أبو مازن وقف المفاوضات والتنسيق الأمني، بمعنى أن الأمر لا يزال طور التهديد والضغط النفسي فقط. وسادسا المفاوضون جميعا في حالة نفسية صعبة بسبب التهديدات المباشرة وغير المباشرة. طيب، على أي حال ناصر، يعني مقابل ما أعلنه الرئيس الفلسطيني وهو تحديدا رفض هذا المقترح الإسرائيلي، قال أنه سيتخذ قرارات مصيرية نهاية الشهر، ماذا يقصد بهذا الكلام قبل أن نتحدث عن الجلسة الآن؟ من المعلومات التي توفرت لدينا أنه سيكون دعوة للمجلس المركزي الفلسطيني وهو ثاني هيئة بعد المجلس الوطني الفلسطيني في منظمة التحرير لانعقاد يوم 26/4، أي قبل موعد انتهاء المفاوضات 3 أيام، ولا يعرف بعد أين سيكون، في رام الله أو في الأردن، ممكن في رام الله، بحضور 132 عضو من قيادات فلسطين في كل الوطن والخارج، الاتحادات الشعبية ومنظمة التحرير والأمناء من جميع الفصائل. القرار قد يكون فعلا قرارات مصيرية تتمحور حول 3: 1 إعادة تشكيل لجنة تنفيذية، 2 اعتبار اللجنة التنفيذية الجديدة هي الحكومة الفلسطينية الوطنية التي تشكل شبكة أمن، ويمكن أن يدعو الرئيس إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية بمن حضر، أي بمن حضر بمعنى آخر سواء أرادت حماس أن تشارك أو لا. طيب، فيما يتعلق بالجلسة الجديدة اليوم، يعني وصل الكلام أنه المفاوضات انهارت وكيري فشل في المهمة التي كانت موكلة إليه لناحية المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. نحن اليوم أمام جولة جديدة تبدأ،
ماذا تعني هذه الجولة؟ ويعني ما الذي طرأ حتى يتم الإعلان عن جولة جديدة؟ الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال رسميا تعلن أنها قادرة على التوصل إلى نتيجة وإلى تربيع الدوائر الدائرتين، دائرة الأسرى ودائرة تمديد المفاوضات. نعم. ثانيا، إسرائيل تخشى فعلا رغم جميع تهديداتها من انفلات الوضع، إذا ما نفذ نتنياهو تهديداته فإن هذا سيؤدي إلى انهيار السلطة. انهيار السلطة يعني من سيقود فلسطين في داخل الأرض المحتلة ستكون لجان الشعبية والقيادة الموحدة أسوة بانتفاضات سابقة، ومن ثم عصيان مدني، وستتدهور الأمور لتصل إلى حد 1000 عملية يوميا، بمعنى إطلاق رش حجارة ومولوتوف وغيره، ولا أحد يريد أن يصل إلى هذه المرحلة من الإسرائيليين. لذلك فعلا اللعب بالنار الآن، هذه الجلسات اللعب بالنار. نحن معلوماتنا تفيد أن المفاوضين من الطرف الإسرائيلي ومن الطرف الفلسطيني في حالة سيكولوجية ليست حسنة. الجميع يعرف أن الأمور ذاهبة للانفجار. على أي حال سنتابع معك أي جديد ناصر اللحام، مدير مكتب الميادين في فلسطين، كنت معنا من بيت لحم، شكرا جزيلا لك. أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه مع تمديد المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وفق ثوابت ومرجعيات تؤدي إلى إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية. عباس الذي يلتقي اليوم في القاهرة بمسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كاثرين أشتون أكد في تصريحات أن الانضمام إلى المعاهدات الدولية 15 حق للشعب الفلسطيني ولا علاقة لإسرائيل به. وزير الخارجية الأمريكي جون كيري جدد التزام بلاده التام أمن إسرائيل، وأكد كيري خلال اجتماعه بنظيره الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في واشنطن عمق العلاقات بين الجانبين، فيما أشاد ليبرمان بكيري وشدد على أولوية الملف الإيراني بالنسبة إلى إسرائيل. الطرفان يرغبان في إيجاد وسيلة للمضي قدما في المفاوضات، ونحن نريد أن يحدث ذلك لأنه مهم لهما وللمنطقة. فمن الواضح أن المنطقة تواجه تحديات هائلة، وتبقى سوريا كارثة إنسانية لها تأثير عميق في إسرائيل والأردن ولبنان وكل المنطقة. ونحن لا نزال ملتزمين تماما بأمن إسرائيل، ولدينا علاقة صداقة معها، وهذه العلاقة لا يمكن المس بها. وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بنيت طالب بعقد اجتماع للحكومة لبحث ضم الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية إلى إسرائيل، ردا على طلب الفلسطينيين الانضمام إلى 15 معاهدة دولية. بنيت اتهم الفلسطينيين بتسجيل ما سماه رقما قياسيا جديدا في الابتزاز والرفض وفي التحريض العنصري خلال المفاوضات. وكان وزراء الخارجية العرب قد أكدوا في اجتماعهم غير العادي في القاهرة حول فلسطين دعمهم الكامل للسلطة الفلسطينية في مسعاها للانضمام إلى الاتفاقات الدولية، وحمل الوزراء إسرائيل مسؤولية تعثر المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية. تحميل إسرائيل مسؤولية تعثر المفاوضات مع الفلسطينيين بعد رفضها الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى ورفض الاستمرار في سياسة الاستيطان، هذا ما اتفق عليه وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم غير العادي حول فلسطين. المجتمعون أكدوا دعمهم الكامل للسلطة الفلسطينية في مسعاها للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والمعاهدات. أننا ملتزمون كفلسطينيين وكعرب بهذه العملية التفاوضية وبتاريخ 29 أبريل من هذا الشهر، وبمواصلة التعامل مع الجهود التي يبذلها الإدارة الأمريكية وشخص وزير الخارجية جون كيري من أجل إيجاد مخرج لهذه الأزمة وهذه المفاوضات التي يجب أن تفضي إلى اتفاق سلام ينهي حالة الاحتلال الإسرائيلي. مجلس جامعة الدول العربية جدد تأكيده تفعيل شبكة الأمان التي أقرتها القمم العربية لتقديم 100 مليون دولار شهريا للحكومة الفلسطينية حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها. الإسرائيليون سوف يعطلون الأموال الفلسطينية، الجانب العربي مطلوب منه أن يدعم الجانب الفلسطيني، وهو في هذا الوضع الصعب في المفاوضات القاسية
التي تريد إسرائيل تخريبها. ثوابت ومرجعيات عملية السلام هي المحك الأساسي، هي الأساس لأي مفاوضات جارية مع الجانب الفلسطيني الإسرائيلي، ويجدد التأكيد على رفض مصر الكامل لإجراءات تهويد القدس وللنشاط الاستيطاني الذي تقوم به إسرائيل. وزراء الخارجية العرب عقدوا هذا الاجتماع ردا على مطالبة إسرائيل تمديد المفاوضات التي تنتهي في 29 من هذا الشهر رغم عدم تنفيذ التزاماتها تجاه فلسطين. أقل من شهر على انتهاء سقف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية التي تجرى برعاية أمريكية، موعد استبقته فلسطين بطلب دعم أكبر من الدول العربية في ظل تعثر المفاوضات وتضييق إسرائيلي على السلطة الفلسطينية. هاشم مناع، القاهرة، الميادين. عضو المجلس الثوري لحركة فتح ديمتري ديلياني كشف في مقابلة مع الميادين مشاركة عضوين في الكونغرس الأمريكي في اقتحام المسجد الأقصى المبارك برفقة متطرفين يهود تحت حماية قوات الاحتلال. ديلياني أكد أن عضوي الكونغرس هما بيل جونسون وديفيد ماكنلي منتميان إلى الحزب الجمهوري، ورأى أن مشاركتهما في الاقتحامات وعدم مساءلتهما من قبل حكومتهما مؤشر خطير إلى تطور مستويات التواطؤ مع عصابات استيطان. ببساطة لدينا صور لعضوي الكونغرس داخل الحرم القدسي الشريف وفي خلفيتهم قبة الصخرة المشرفة برفقة المتطرف حييم ريتشمان من مؤسسة الهيكل، وأيضا لدينا صورة لهما مع جنود الاحتلال في الجولان المحتل يبدون التعاطف لاحتلال الأرض السورية العربية، فلا مجال لشكوى. هذه صور متوفرة لدينا وقد قمت بتوزيعها، مكتب قام بتوزيعها صباح هذا اليوم. وهذه مشاهدينا هي صور عضوي الكونغرس وهما بيل جونسون وديفيد ماكنلي المنتميين إلى الحزب الجمهوري خلال اقتحامهما للأقصى برفقة 50 مستوطنا بينهم حاخام. وكان العضوان في الكونغرس الأمريكي قد تجولا في الجولان السوري المحتل وأبديا دعمهما للقوات الإسرائيلية في احتلالها الأراضي السورية. ومن القدس ينضم إلينا رئيس الحركة العربية للتغيير الدكتور أحمد الطيبي. دكتور أهلا وسهلا بك معنا. يعني عضواني في الكونغرس قاما بهذا العمل اليوم، بأي صفة تحركا ولماذا؟ هذان العضوان من الحزب الجمهوري موجودان في زيارة للبلاد وهم ضيوف على اليمين الإسرائيلي، هم من المؤيدين للتطرف الإسرائيلي وللاحتلال. إلى جانب اقتحام الأقصى وزيارة الجولان، كان أعتقد بالأمس في زيارة إلى ما يسمى بجامعة أرييل في مستوطنة أرييل في الأراضي المحتلة، وهناك تحدث عن القيم المشتركة لإقامة أمريكا وإقامة إسرائيل ودعمهم للاستيطان للاحتلال الإسرائيلي. للأسف مواقف هذين النائبين معروفة ودعمهم للاحتلال في الكونغرس وأيضا هنا في زيارة للأراضي المحتلة هي قمة الصلف والوقاحة الأمريكية. طيب كيف سيد أحمد كيف تتحرك أمريكا كوسيط ونرى عضوين من الكونغرس في هذا التحرك التصعيدي والخطير؟ لابد من الإشارة إلى هذا الموضوع. صحيح أن هناك، هم سيقولون هناك فرق بين الإدارة وبين الكونغرس، ولكن بنهاية المطاف أعتقد أن الإدارة حتى في المفاوضات لا تقوم بدور وسيط نزيه، وإنما محامي لطرف على حساب طرف آخر. هي أكثر قريبة من الموقف الإسرائيلي، ودورها في المفاوضات يمدد أمر الاحتلال ولا ينقصه ولا يكسروا حتى هذه اللحظة. نتنياهو يدير الصراع والإدارة الأمريكية تساعده في إدارة الصراع وليس إنهاء الاحتلال. وما كانت أفكار جون كيري الأخيرة التي طرحت على الأطراف بشكل أو بآخر إلا انعكاس لما أقوله بأنه ليس إنهاء للاحتلال وإنما إعادة تنظيم الاحتلال بالمفهوم الأمريكي التقليدي الداعم للموقف الإسرائيلي، ولذلك رفضته القيادة الفلسطينية.
طيب السلطة الفلسطينية كيف تتحرك أو ستتحرك إزاء هذا التطور الخطير؟ أعتقد أن الموقف الفلسطيني إذا ما جرى مؤخرا فيما يتعلق بالمفاوضات كان واضحا. أتحدث تحديدا عن هذا التحرك للعضوين في الكونغرس واقتحام الأقصى. أتي على ذلك. كان واضحا وشجاعا، ونحن راضون تماما عن هذا الموقف الفلسطيني، وخاصة فيما يتعلق بإطلاق سراح الأسرى وتحديدا 14 أسيرا من الداخل. أيضا فيما يتعلق باقتحام المسجد الأقصى، الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية يجب أن يدركوا أن اقتحام المسجد الأقصى هو الذي فجر الانتفاضة الثانية، وأن هذا المكان هو الأكثر حساسية والأكثر إثارة لغضبنا وغضب الناس والشارع والشعب الفلسطيني والعالم الإسلامي. ولذلك على هؤلاء ألا يدنسوا بهذه الزيارات، وأنا أقول يدنسوا عن مواقفهم السياسية وليس الإنسانية، المسجد الأقصى، لأنهم يأتون بحماية الاحتلال ومرافقة اليمين المتطرف الذي يريد ويطالب بتقسيم أوقات الصلاة بين المسلمين واليهود على غرار ما حدث في الحرم الإبراهيمي في الخليل، وهذا رفض رفضا كاملا. وأنا على يقين بأن القيادة الفلسطينية ستطرح مثل هذا الاقتحام لهم ولغيرهم أيضا على الجهات الأمريكية التي يجب أن تلزم هؤلاء. نحن لسنا بحاجة إلى مهاويس، فيكفي مهاويس إسرائيليين صهاينة يقتحمون المسجد الأقصى ويهددون بإشعال النار والفتن. طيب سيد أحمد، سؤال أخير وبشكل سريع، المسجد الأقصى هو تحت حماية الأوقاف الإسلامية الأردنية، هل يتوقع أي تحرك من الأردن؟ نعم، هم يقومون بذلك، وأنا على يقين أنه ما قلته بأن الجانب الفلسطيني قلق وسيتوجه إلى الجهات الأمريكية المختصة، أيضا يسري على الجانب الأردني. أنا متأكد أن الجانب الأردني سوف يتوجه، ويجب على الجميع أن يتوجه الإدارة الأمريكية لأجل هؤلاء المهووسين. السيد أحمد الطيبي رئيس الحركة العربية للتغيير كنت معنا من القدس، شكرا جزيلا لك. وفي غزة أصيب 3 فلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي شمال بلدة بيت حنون. المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة حماس قال إن المواطنين أصيبوا بجروح متوسطة من جراء إصابتهم برصاص الاحتلال بالقرب من معبر بيت حنون. أحد شهود العيان في المنطقة أشار إلى أن المصابين 3 عمال كانوا يجمعون الحصى. نشبت اشتباكات عنيفة بين تنظيم داعش وجبهة النصرة والكتائب الإسلامية للسيطرة على مدينة البوكمال ومعبرها الحدودي مع العراق شرق سوريا، بحسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان. الاشتباكات أدت إلى مقتل 24 عنصرا على الأقل من الطرفين. وأوضح المرصد أن عناصر من داعش اقتحموا المدينة فجر اليوم بغية استعادة نفوذهم في محافظة دير الزور عبر التقدم من 3 محاور، وهي جنوب الحسكة والأراضي العراقية ومنطقة الصحراء السورية. إلى ذلك يواصل الجيش السوري تثبيت مواقعه في مدينة رنكوس الاستراتيجية في القلمون، وهي المدينة التي استعاد أمس السيطرة عليها لتوشك القلمون بالتالي على أن تصبح خالية من المسلحين الذين بات يقتصر وجودهم اليوم فيها على 3 بلدات، هي حوش عرب وعسال الورد ومعلولة، وهي مناطق باتت معزولة تماما عن الدعم الذي كان يأتي من جهة الحدود اللبنانية. وقد ثبت الجيش السوري مواقعه داخل رنكوس وواصل عمليات تفكيك الألغام والعبوات الناسفة. لواء الإسلام التابع لزهران علوش أعلن مقتل 140 من عناصره في المدينة، موضحا أنه سحب مسلحيه من رنكوس باتجاه الزبداني. وقد حصلت الميادين على هذه المشاهد من داخل رنكوس.
بلدة رانكوس تعد ثاني أهم معقل للمسلحين في القلمون بعد يبرود، فماذا تعني استعادة الجيش السوري السيطرة عليها؟ التفاصيل مع ديما نصيف. أهلا بكم. الجيش السوري استعاد بلدة رانكوس بعد 24 ساعة من المعارك. معارك التلال والحدود مع لبنان شارفت على الانتهاء في القلمون باستثناء الزبداني. قوات الجيش السوري تقدمت بالتوازي على محورين لإسقاط المدينة ومرتفعاتها التي لا تزال تشهد اشتباكات بين المسلحين والجيش. قصف مدفعي وجوي كثيف استهدف التحصينات الجبلية والأنفاق السرية وتجمعات المسلحين ومراكز القيادة. وفي محور المدينة نفسها اقتحمت قوات من الجيش السوري خط الدفاع الأول لرانكوس من جهتها الشرقية الذي سقط بسرعة ودخلت إلى حي الإسكان، وتقدمت الدبابات نحو الحي الغربي. العمليات تباطأت ليلا ثم عادت هذا الصباح بهجوم واسع. لواء الإسلام انسحب إلى الزبداني. حصيلة المعارك فقط كانت يوم أمس 140 قتيلا، بينما انسحب ما تبقى من المسلحين إلى عسال الورد وسلم آخرون أنفسهم إلى الجيش السوري. استخدم الجيش السوري طائرات الاستطلاع وهي عنصر جديد في حرب العصابات وحرب التلال القلمونية. مهد للمعركة الهجوم الأول على التلال ومرصد صيدنايا، وهو موقع كانت تدار منه الحرب الإلكترونية. استولى عليه المسلحون بعد الغارة الإسرائيلية على جمرايا. وباستعادة المرصد تصبح مدينة صيدنايا التاريخية وأديرتها بمأمن من التهديدات التي كانت ذروتها قبل شهرين في محاولة لاقتحام دير الشيروبيم ومقتل 70 من المسلحين في هذه المحاولة. ميزتان لمعركة رانكوس: عسكريا وضعت رانكوس الجيش السوري في مواجهة مع مئات المسلحين المنسحبين إليها من يبرود، من النصرة التي قتل قائدها الميداني أبو طلحة البغدادي وقائد غرفة العمليات فيها أيضا في الهجوم الأول على رانكوس، يضاف إليهم لواء القادسية ولواء تحرير الشام. رانكوس تستكمل إغلاق طرق الإمداد للمسلحين من قواعدها الخلفية الكبيرة في البقاع الغربي أو البقاع اللبناني وجرودها المتصلة بالقلمون بعد السيطرة على رأس المعرة والفليطة وأغلاق ممرات تل كلخ باتجاه حمص والسيطرة على المنطقة الوسطى وصولا إلى دمشق. أما سياسيا، كان هناك قرار بتضييق الخناق على المسلحين المحتشدين في رانكوس لمنعهم من الانتشار في مناطق أخرى، خاصة أن المناطق المرشحة لاستقبالهم في الغوطة الشرقية بعضها يشهد معارك حاسمة في المليحة، وأخرى ستكون مهددة بشكل مباشر بعد إنهاء المعركة في المليحة في دوما وعدرا. لذا اعتمد الجيش على عمليات رصد استخبارية سمحت بتصفية قادة من النصرة والكتائب وعلى كمائن نصبت للمسلحين ومنعتهم من إرسال تعزيزاتهم وأربكت خططهم في القلمون. مع سيطرة الجيش السوري على بلدة رانكوس يكون قد أقفل بذلك قسم كبير جدا من الحدود اللبنانية السورية أمام تهريب السلاح والمسلحين من لبنان إلى سوريا وبالعكس. معارك المناطق الحدودية بدأت منذ عام تقريبا في ريف حمص الجنوبي وتحديدا في منطقة القصير ومحيطها، واستمرت باتجاه القلمون في ريف دمشق الشمالي وتل كلخ والحصن في ريف حمص الغربي. تقرير محمد السحلي. معارك المناطق الحدودية بين سوريا ولبنان بدأت قبل عام، وهي بدأت باستعادة السيطرة على القصير وريفها. في حزيران الفائت قطعت أولى خطوط الإمداد للمسلحين من لبنان إلى حمص وحما، معركة مهدت لاستعادة أحياء على مدخل مدينة حمص في الخالدية وباب سباع ودير بعلبة، وقطعت معبرهم الأساسي بين الريف الدمشقي الشمالي وريف حمص الجنوبي في جوسي ونعيمات على الحدود الفاصلة بين البلدين. تل كلخ في ريف حمص الغربي شهدت أولى التسويات بين الجيش السوري والمسلحين التي حيدت المدينة عن أي عمل عسكري، فيما شهد محيطها الريفي المتصل بوادي خالد اللبناني ومشاريع القاع مجموعة عمليات عسكرية محدودة ليحسم الجيش بعد أشهر في الزارة والحصن ويقطع خط الإمداد للمسلحين على نحو محكم من لبنان باتجاه ريف حمص الغربي ويؤمن الطريق الدولي المتصل بالساحل السوري. لاحقا استكمل الجيش عملية إغلاق المعابر الحدودية مع لبنان في القلمون السوري، وقد بدأها في قارة
تباطأت وديرة المعارك لتستعيد زخمها في يبرود والمناطق المحيطة المواجهة لبلدة عرسال وجرودها الممتدة بحوالي 70 كيلومترا. الممرات الجبلية في القلمون مثلت معابر إمداد وانسحاب للمسلحين في معارك الغوطة الشرقية وريفي حمص ودمشق إلى عرسال اللبنانية وجرودها، واستخدمت أيضا لإسعاف الجرحى، وعبرت منها سيارات الموت إلى الداخل اللبناني. معركة القلمون حسمت بنسبة كبيرة بعد السيطرة على رنكوس ومزارعها، لتقفل معها معظم المعابر الرئيسية وطرق التهريب بين لبنان وسوريا. وفي لبنان، ومع بدء الجيش بتنفيذ الخطط الأمنية في البقاع، أوقف 8 أشخاص بينهم لبناني يشتبه في تورطه في عمليات إرهابية، إضافة إلى 7 مسلحين سوريين كانوا برفقته، وذلك في بلدة عرسال الحدودية مع سوريا. مصدر أمني أوضح أن الموقوف على علاقة بموقوفين في ملف تفخيخ السيارات. في طرابلس وقعت اشتباكات الليلة الماضية أدت إلى سقوط عدد من الجرحى. الاشتباكات جرت بين وحدات من الجيش وعدد من المطلوبين داخل منطقة التبانة استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والقذائف. قال مصدر في شرطة محافظة صلاح الدين أن قوة عسكرية اعتقلت ما يسمى والي الموصل في تنظيم داعش سعيد حويجة خلال عملية أمنية في قضاء الشرقات شمال تكريت. مراسل الميادين أفاد بنشوب اشتباكات مسلحة بين القوات الأمنية العراقية بمساندة أبناء العشائر وعناصر مسلحين من داعش بالقرب من مقر اللواء 8 للجيش شمال الرمادي. يأتي ذلك بعد يوم آخر من أعمال العنف في العراق، حيث استشهد 17 عراقيا في سلسلة تفجيرات استهدفت العاصمة بغداد. وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد أكد قرب حسم المعركة في الفلوجة. في كلمة له، طالب المالكي أبناء المدينة بالمساعدة على تحريرها، ودعا الأمم المتحدة إلى إدراك خطورة الوضع في الفلوجة. مسألة المياه يجب أن تحسم، ولدينا خطوات بدأنا بها وشرعنا بها، ولن نسمح أبداً للناس أن يعطشوا أو يموتوا عطشا بفعل هذه السياسة العدوانية التي ينتهجها هؤلاء القتلة. وهذه مسؤوليتنا، أن ندافع عن شعبنا وعن الأبرياء، وندافع عن العراق والعملية السياسية التي يريدون القضاء عليها. وينضم إلينا من هناك مراسل الميادين في بغداد عبد الله بدران. عبد الله، يعطيك العافية. يعني سأبدأ معك بداية من كل جديد فيما يتعلق بالتطورات الأمنية في العراق، تفضل. نعم علا، بالنسبة للتطورات الأمنية في العراق، قتل خمسة أشخاص بهجوم لمسلحي داعش على قرية البودجنة في محافظة ديالى شمال شرق العاصمة العراقية بغداد. كذلك من يعني إنجازات أو ما يحسب للقوات الأمنية العراقية اليوم أنها ألقت القبض على المفتي والقائد الميداني العسكري تنظيم داعش في محافظة صلاح الدين. اليوم الجيش العراقي حرك قطعاته بعدما تأكدت الأنباء من أحياء الحوز وكذلك أحياء الطاش في محافظة الرمادي، وربما يكون هذا ضمن التكتيك العسكري الذي قد تشهده المرحلة المقبلة ضمن عملية عسكرية لتطهير مدينة الفلوجة شرق الأنبار من عناصر تنظيم داعش. مضافا على ذلك، على الصعيد الأمني، ذكرت مفوضية الانتخابات بأن لديها تنسيقا عاليا بين مكتب القائد العام للقوات المسلحة ولجنتها الأمنية، وأن هناك صلاحيات واسعة منحت من قبل مكتب القائد العام للقوات المسلحة نور المالكي للجنة الأمنية في مفوضية الانتخابات العراقية من أجل السيطرة على الوضع ووضع الخطط اللازمة لتأمين يوم الاقتراع، سواء الاقتراع الخاص أو الاقتراع العام. نعم علا. طيب، ماذا في جديد الانتخابات سواء فيما يتعلق بالتحضيرات وأيضا المواقف السياسية عبد الله؟ نعم، بالنسبة للانتخابات، فمفوضية الانتخابات اليوم رصدت لجانها في محافظة بابل جنوب العاصمة العراقية بغداد 220 مخالفة انتخابية لمختلف الكيانات السياسية العراقية، وسيتم تغريم هذه الكيانات حسب المفوضية، وربما تكون هذه النسبة هي الأعلى منذ بدء الدعاية الخاصة بالانتخابات البرلمانية العراقية. محافظة ميسان جنوب العراق أعلنت أنها فتحت عددا من مراكز الاقتراع الخاصة بناخبي الأنبار.
الجديد أيضا ما دعا إليه مكتب المطلق نائب رئيس الوزراء العراقي من إعادة النظر بالطريقة التي ستدار بها العملية الانتخابية في محافظة الأنبار، أن تقدم بشكل أفضل وبالتنسيق بين العراق والأمم المتحدة. نعم علا. عبد الله بدران مراسل الميادين كنت معنا مباشرة من بغداد، شكرا جزيلا لك. أعلن القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا فيليب بريدلاف أن تمركز قوات عسكرية أمريكية في البلدان الحليفة في شرق أوروبا يأتي بين تدابير ستتخذ في مواجهة التهديدات التي يمثلها الجيش الروسي لأوكرانيا. بريدلاف قال إنه يجري العمل على حزمة من التدابير من البر والجو والبحر لضمان سلامة الحلفاء في شرق أوروبا، وسيجري إتمام الخطة وتقديمها إلى الحلف قبل الأسبوع المقبل. المسؤول الأطلسي أشار إلى أن النيات الروسية لم تتضح بعد، لافتا إلى أن الجيش الروسي يمكن أن يبقى في مكانه وأن يمثل تهديدا مبطنا لأوكرانيا على حد تعبيره. إلى ذلك وعد الرئيس الأوكراني الانتقالي ألكسندر تورتشينوف الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا بالعفو إذا ألقوا الأسلحة وأخلوا المباني الإدارية التي يحتلونها. تورتشينوف ضمن عدم ملاحقة الموالين لروسيا وأعرب عن استعداده لتوقيع مرسوم رئاسي بهذا الصدد في حال امتثالهم للشروط التي وضعها. كلام الرئيس الأوكراني يأتي فيما لا يزال موالون لروسيا يحتلون مباني إدارية في مدينتي دانييتسك ولوغانسك شرق البلاد. في ملف آخر، رحبت مصر بإعلان وزارة الخارجية الأمريكية وضع جماعة أنصار بيت المقدس على لائحة الإرهاب. المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي قال إن مصر تعد هذا التصنيف خطوة في الاتجاه الصحيح لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه. دلول حديدان والتفاصيل. لائحة الإرهاب الدولية تستقبل وافدا جديدا، جماعة بيت المقدس. الجماعة التي أعلنت نفسها في أعقاب عام 2011 اتهمت بأنها رسمت بالدم واقعا مرعبا في الشوارع المصرية متخذة من سيناء مقرا لها. الجيش المصري هدف رمايتها الأول أصابته في عمليات عديدة في شبه جزيرة سيناء، تبنت عمليات كبيرة أهمها محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم العام الماضي. كذلك تبنى التنظيم نفسه في وقت سابق عملية اغتيال العديد من المسؤولين الأمنيين في وزارة الداخلية المصرية مع استهداف مديرية أمن القاهرة بتفجير مطلع هذا العام. وفجرت أواخر العام الماضي مبنى الاستخبارات العسكرية بالإسماعيلية ومديرية أمن الدقهلية ما خلف 16 قتيلا، ودبرت كمينا للشرطة قضى فيه 6 من عناصر الأمن في بني سويف. في منتصف فبراير شباط الماضي حاولت الجماعة ضرب عصب الاقتصاد المصري بتفجير حافلة سياحية في طابة جنوب سيناء ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة أكثر من 20 جريحا. واتهمتها الخارجية الأمريكية بقتل 5 جنود في هجوم صاروخي على طائرة هليكوبتر عسكرية في يناير كانون الثاني الماضي. كذلك شنت الجماعة هجمات صاروخية على مدينة إيلات في جنوب إسرائيل، وهجمت حرس الحدود الإسرائيلي في سبتمبر أيلول عام 2012. وفجرت جماعة أنصار بيت المقدس أيضا العديد من الأنابيب التي تحمل الغاز بين مصر وإسرائيل. أعضاء في المؤتمر الوطني العام يطالبون بإقالة رئيس المؤتمر نوري بوسهمين على خلفية شريط مصور وصف بالمعيب يظهر فيه خاضعا لتحقيق على يد أحد قادة الكتائب المسلحة يتعلق بواقعة أخلاقية، لكن كتلا إسلامية داخل المؤتمر الوطني أكدت تشبثها ببقاء بوسهمين في منصبه. تقرير مفصل لمراد الدلنسي. ضغوط متزايدة على رئيس المؤتمر الوطني العام من أجل الاستقالة وصلت حد تسريب أسماء لخلافته. القصة بدأت بعد تسريب مقاطع فيديو يظهر فيها بوسهمين محتجزا لدى كتيبة مسلحة، فيديو لم تتأكد صحته لكنه أثار زوبعة في البلاد. ثارت ثائرة الأجنحة السياسية والعسكرية المتعاطفة مع رئيس المؤتمر الوطني، ووصل الأمر إلى حد هجوم قوات تابعة لغرفة ثوار ليبيا على مقر ثكنة كتيبة هيثم التجوري والسيطرة عليها. مشاركة بوسهمين في القمة العربية كانت محل انتقاد كذلك بسبب وصفه للكيان الإسرائيلي بالدولة الإسرائيلية.
ومحاولة إضفاء الصبغة الدينية على الدولة الإسرائيلية. مقربون من بوسهمين اعتبروا الأمر لا يعد أكثر من محاولة فاشلة ضد الثورة. سيد نوري بوسهمين من كتلة في المؤتمر الوطني وفي الشارع الليبي، كتلة وطنية تنادي بتأسيس دولة 17 فبراير جديدة. الأمر ليس كذلك بالنسبة لآخرين، فالمؤتمر الوطني ورئيسه خصوصا ارتكبوا أخطاء عديدة قبل ذلك ووجب عليهم الرحيل. أعتقد أن الإنسان اللي يعتبر نفسه نقي ونظيف لما يقع في هذا المفترق الطرق عليه أنه هو فعلا يترجل بدلا من أنه يبقى يصارع. جدل انتقل إلى داخل المؤتمر الوطني بعد تسريبات عن مفاوضات من أجل التفاهم على اسمين جديدين لرئاسة الحكومة والمؤتمر الوطني، تأخذ بعين الاعتبار مطالب فرقاء السياسة. الضغوط السياسية على رئيس المؤتمر الوطني العام لا تخرج عن سياق التجاذبات السياسية، وهو الذي ينتمي إلى تيار الإسلام السياسي، فكانت التسجيلات المسربة فرصة لخصومه السياسيين لربح نقاط جديدة في معركة سياسية يلعب فيها السلاح دورا مهما. مراد الدلنسي، طرابلس، الميادين. أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن رجلي أمن قتلا بتبادل لإطلاق النار مع مجهولين داخل الأراضي اليمنية. المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي قال في بيان أن دوريات حرس الحدود بمنطقة عسير جنوب المملكة أثناء قيامها بأداء مهماتها على الحدود السعودية اليمنية تعرضت لإطلاق نار كثيف من مجهولين داخل الأراضي اليمنية، ما اقتضى الرد على مصدر النيران بالمثل. في السعودية تستعد شرائح شبابية لإطلاق حملة اعتراض جديدة على النظام. خلع الشماغ تعبير جديد يستخدمه الشبان للتعبير عن مطالبهم وأفكارهم. تقرير حسن عبد الله. بعد حملة الاحتجاجات على تدهور الأوضاع المعيشية ومنع حرية التعبير في السعودية التي أطلقها شبان سعوديون على موقع تويتر تحت عنوان انتفاضة بطاقات الهوية واعتقال 3 من المشاركين فيها، أعربت مصادر في المعارضة السعودية عن خشيتها من نتائج المحاكمات التي يتعرض لها المعتقلون. في هذا الوقت تستعد شرائح من الشباب السعودي تحت مسمى ائتلاف شباب الجزيرة لحملة احتجاجية جديدة ضد النظام السعودي، وبدأ الترويج لها في حساب على موقع التدوين تويتر وعبر حسابات في الفيسبوك. وحددت مجموعة ائتلاف شباب الجزيرة في بياناتها الصادرة على حسابها يوم 19 من إبريل نيسان الحالي موعدا لانطلاق الحملة، والفعالية المذكورة تدعو إلى خلع الشماغ احتجاجا على سياسات الحكومة السعودية، كما وعدت مجموعة ائتلاف شباب الجزيرة المعارض بتنظيم وإطلاق فعالية احتجاجية نوعية جديدة مستقبلا. فر أكثر من 40,000 صومالي من الحرب العسكرية المتواصلة في جنوب الصومال والتي تشنها القوات الصومالية والأفريقية على حركة الشباب المعارضة. الحرب خلفت موجات نزوح جديدة دون أن يجد النازحون الجدد المأوى والطعام لهم. ليلى علي هربت من مدينة قريولي بعد أن اشتدت المعارك فيها، فأجاءها ألم المخاطف الطريق إلى مقدشو، لجأت إلى هذا المخيم. ليلى واحدة من 40,000 مواطن هربوا بسبب الحرب في جنوب البلاد، حرب أجبرت سكان القرى والمدن التي تدور الصراعات فيها على الفرار من منازلهم. المحظوظ منهم وجد من يأويه، أما الباقون فيفترشون العراء. نزحت من مدينتي وكنت حاملا بهذا الرضيع. أثناء رحلتي إلى مقديشو جاءني المخاض، فأنجبت بصعوبة شديدة. أقيم في هذا المخيم لمدة أيام ولم أجد بعد مساعدات إنسانية. أرامل وثكالى وأيتام رماهم القدر إلى مخيمات تفتقر لأبسط مقومات الحياة. فهذه الأم مثلا توفي زوجها قبل بضعة أيام، مشقة الحياة دفعتها إلى النزوح إلى العاصمة بحثا عن حياة أفضل. نزحنا إلى مقديشو مع أطفالي، أما زوجي فتوفي في المدينة قبل أيام إثر المرض. الجهات المحلية والهيئات الإنسانية لم توفر المواد الإغاثية للنازحين الجدد حتى الآن،
ناهيك بالحكومة الصومالية المنشغلة في حربها ضد حركة الشباب المعارضة. في غضون 10 أيام نزح أكثر من 12 ألف أسرة إلى مقديشو. هؤلاء لم يجدوا بعد مواد غذائية، كما يوجد ضيق في المساحة في المخيمات. الأوضاع الإنسانية للنازحين تزداد سوءا ما لم تبادر الجهات المعنية إلى إنقاذ هؤلاء من معاناة العوز والجوع. أم مكلومة هنا وأخرى تقارع قسوة الحياة، وأطفال يكبرون يوما بعد الآخر مع المآسي والآلام. شفيع محمد، مقديشو، الميادين. تنطلق اليوم في فنزويلا أولى جلسات الحوار الرسمية والعلنية بين أطراف في المعارضة والحكومة بحضور وزراء اتحاد دول أمريكا الجنوبية وممثل عن الفاتيكان. حوار أعلن في اللحظات الأخيرة في أو زعيم المعارضة حجز مقعده فيه. التفاصيل في هذا التقرير. إنريكي جابريلس زعيم المعارضة الفنزويلية إلى طاولة حوار رسمي وعلني يحجز مقعده. حوار تنطلق جولته الأولى اليوم بين المعارضة والحكومة بعد شهرين من بدء اندلاع أعمال العنف في البلاد. جابريلس المرشح الرئاسي السابق وحاكم ولاية ميراندا قال لجمهوره أنه ذاهب لوضع حد للاضطرابات السياسية وللدفاع عن الحقيقة. الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من جانبه كان قد أكد أنه أجرى مشاورات موسعة جدا مع 8 وزراء خارجية من اتحاد دول أمريكا الجنوبية اليوناسور. اقترحوا عليه المشاركة في اجتماع مع وفد المعارضة فأجاب موافقا. وساطة وزراء اليوناسور إذن نجحت وأقنعت المتخاصمين بأن الحوار هو الطريق الأنجع للخروج من الأزمة السياسية والاجتماعية التي تعصف بالبلاد، أزمة كانت قد خلفت 39 قتيلا و600 جريح. طرف صراع الحكومة والمعارضة، كما اتفقا على الحوار، اتفقا أيضا على وجود مراقبين حسني النية أدوا دورا فاعلا عبر جولات تفاوضية بين المتخاصمين لتهيئة الأجواء بينهما، وهم وزراء خارجية البرازيل وكولومبيا والإكوادور وممثل عن الفاتيكان، والهدف ضمان عدالة الحوار. في ظل هذه الأجواء يبدو أن قسما من المعارضة فضل مقاطعة الحوار، وعلى رأسه حزب الإرادة الشعبية الذي اتهم النظام بالاستعراض السياسي مستفيدا من الوزراء اللاتينيين كمحاورين. لكن هذا لا يمنع من أن عجلة الحوار بين المتخاصمين الفنزويليين بدأت بالدوران، وإن كان كل بأجندته السياسية. حوار يرى في نجاحه المراقبون مخرجا لأكبر أزمة تعصف بفنزويلا منذ رحيل شافيز. والآن إلى أخبار الاقتصاد والزميل عبدالله ظاهر. إليك عبدالله. مساء الخير على العافية. مساء النور. السلام عليكم. يعتزم الأردن بيع سندات بقيمة 1 مليار دولار منتصف العام الجاري سعيا لتعبئة مزيد من الموارد المالية وخفض العجز في ميزانيته إلى أقل من 9% في نهاية العام. محافظ البنك المركزي الأردني أوضح أن سندات الدين ستصدر بضمان أمريكي، وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد قدمت ضمانات لسندات سيادية أردنية بقيمة 1.25 مليار دولار نهاية العام الماضي. مؤسسة النفط الليبية ما تزال تنتظر تعليمات من الوزارة لبدء التصدير، وذلك بعد أكثر من 3 أيام على اتفاق بين الحكومة ومجموعات مسلحة كانت تسيطر على عدد من الموانئ النفطية شرق البلاد منذ أكثر من 9 أشهر. الاتفاق قضى بالفتح الفوري لميناءي الزويتانية والحريقة، فيما تجري مفاوضات لإعادة فتح مرفأي السدرة ورأس لانوف أكبر ميناءين في ليبيا. وما زال حقل الشرارة والفيل غرب البلاد مغلقين بفعل الاحتجاجات. العراق يتصدر دول الشرق الأوسط في الناتج المحلي والنمو بحسب تقرير صندوق النقد الدولي. نمو الناتج المحلي العراقي حقق نسبة 6%، وهو الأعلى من بين الدول النفطية في المنطقة، علما أن الناتج المحلي الإجمالي ليس مقياسا لمستوى المعيشة في دولة ما، لكنه يؤخذ في الاعتبار لأن كل المواطنين يستفيدون من زيادة الإنتاج في دولهم.
تراكم ديون الشركات يضعف الاقتصادات الناشئة. صندوق النقد الدولي حذر من أن هذه المشاكل قد تنتقل سريعا إلى القطاع المصرفي المتأزم بالفعل. الصندوق توقع أن يزيد حجم الديون المهددة بالتعثر بنحو 740 مليار دولار، وهو يفوق حجم الديون المتعثرة بعد انهيار مصرفي ليمان براذرز الأمريكي قبل 6 سنوات، وهي الفترة التي شهدت انفجار الأزمة المالية العالمية. زعماء الاقتصاد العالمي يبحثون عن حلول لانعكاسات الأزمة الأوكرانية وانهيار الأسعار وتنشيط النمو. كبار المسؤولين الماليين في مجموعة العشرين يلتقون في واشنطن على هامش الاجتماعات الربعية للبنك الدولي. مصادر أوروبية توقعت أن تتناول النقاشات الاتجاه الأمريكي نحو تقليص حزمات التنشيط النقدي والمخاوف من وقوع اضطرابات في الأسواق المالية. وتخشى مجموعة العشرين لكبرى البلدان الناشئة والمتطورة من انعكاس الأزمة الأوكرانية على أسواق الطاقة العالمية. النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي إيغور شوفالوف أكد أن فرض عقوبات على روسيا لن يغير نهج الرئيس فلاديمير بوتين، وقال كلما زادت العقوبات شدة فإن ذلك يوحد المجتمع الروسي. شوفالوف أوضح أن برلين وأوضح من برلين أن روسيا مورد جيد للطاقة يمكن للدول الغربية الاعتماد عليه، لكن إذا قاطعها الغرب ردا على الأزمة الأوكرانية فسوف تحول صادراتها إلى شركاء آخرين محتملين. هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية في الظهيرة، نلتقي عند الخامسة مع أخبار اقتصاد العراق. عودة لك علا. شكرا لك عبد الله. تتواصل عمليات البحث عن الطائرة الماليزية المفقودة. إشارات صوتية جديدة التقطتها سفينة أسترالية ضيقت مساحة البحث في المحيط الهندي. هبة الله بطار والتفاصيل. مرة جديدة تقلع طائرات البحث عن الطائرة الماليزية المفقودة. هذه المرة تركز بحثها في مساحة أضيق. السفينة الأسترالية دروع المحيط التقطت إشارات صوتية جديدة في منطقة البحث باستخدام جهاز لرصد الإشارات الصوتية تابع للبحرية الأمريكية. الإشارات جاءت بمثابة خيط مشجع ضيق مساحة البحث إلى نحو 58 ألف كيلومتر مربع في جنوب المحيط الهندي. 14 طائرة و13 سفينة تشارك في العملية. بصيص الأمل الذي التقطته السفينة الأسترالية لم يكن كافيا للماليزيين. إلى جانب الأمل يسيطر الحذر على الشارع الماليزي، الحذر من ألا يقود هذا التقدم إلى نتيجة حقيقية. رد فعلي الأول كان الأمل بأن يقود ذلك على نحو أكبر إلى إيجاد الطائرة فعليا، لكنني أيضا حذرة لأنه في كل مرة يعثر فيها على شيء يتبين لاحقا أنه لا شيء، لذا فإننا نحاول أن نوازن بين الأمل والتوقعات. ننتظر ونرى ونتحلى بالصبر. كماليزيين نحن نميل إلى أخذ كل شيء مع القليل من الشك، لأن هناك دائما هذا التطور الأخير، التطور بأنهم التقطوا إشارات في جنوب المحيط الهندي، لكن لا أعلم، أنا متشائم جدا بشأن هذا الخبر. برغم كل شيء تبقى التطورات المتعلقة بالطائرة المفقودة الخبر الأبرز عند الماليزيين، على أمل أن يرد قريبا الخبر اليقين بشأن مصيرها. برشلونة خارج دوري الأبطال وبايرن إلى نصف النهائي. المزيد من التفاصيل والأخبار الرياضية مع زميل محمد جرادي. إليك محمد. شكرا لك علا. السلام عليكم. خالي الوفاض سينهي مانشستر يونايتد موسمه الأول مع المدرب ديفيد مويس. دفاعات الشياطين الحمر انهارت أمام المد الهجومي لحامل لقب بايرن ميونخ. الشياطين الحمر ودعوا دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي بعد فشلهم في الحفاظ على التقدم بهدف باتريس إفرا. تلقت شباك دخية بعد ثلاثية تناوب عليها ماريو مانزوكيتش وتوماس مولر وأرين روبن ليحجز البافاري مقعده في المربع الذهبي للموسم الثالث على التوالي بمجموع 4 أهداف لـ2.
لم أجد وقتا للتحدث مع اللاعبين أو لمحاولة تهيئة أي خطة أو التفكير في إجراء تغيير بعد تخلفنا إثر الهدف الرائع من باتريس إيفرا، لأننا نجحنا بعد أقل من دقيقة في تسجيل هدف التعادل. هذا هو حال الدوري الأبطال، لقد شاهدنا تشيلسي يفوز في آخر دقيقة، ورأينا بروسيا دورتموند يكاد ينجح في تخطي ريال مدريد. لم أتوقع مباراة سهلة بعد التعادل، لأن خصمنا هو مانشستر يونايتد. صارت الأمور على نحو سيء بعد 30 ثانية فقط من هدف التقدم. النصيحة الأساسية التي تقال إلى طلبة المدارس: لا تسمح بدخول هدف في مرماك بعد التسجيل. سجلوا مباشرة، واحتجنا من 5 إلى 10 دقائق للتعافي من الصدمة والسيطرة على أنفسنا. للمرة الأولى منذ 40 عاما يتأهل أتلتيكو مدريد الإسباني إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وعلى حساب مواطنه برشلونة. هدف كوكي الوحيد كان كافيا لفريق المدرب دييغو سيميوني لتخطي البلوغرانا. أتلتيكو استفاد من التعادل بهدف لمثله في مباراة الذهاب. أداء ريخي بلانكو تميز بالقتالية والروح العالية والضغط القوي والسرتباك لاعبي برشلونة وغياب فعالية نجمه الأول ليونيل ميسي. مرة أخرى مثل كل المعارك الكبرى في التاريخ، ليس من الضروري أن يفوز الأفضل، بل يفوز الطرف الذي كان أكثر إقناعا ورغبة في الفوز. نحن نشعر بالحزن، لم نستحق التأهل واستحقها أتلتيكو. هذه النتيجة لم تأتي من فراغ، كانوا الأفضل في الدقائق 25 الأولى من المباراة ونجحوا في تسجيل هدف. 8 ملايين يورو قيمة البند الجزائي الذي يقف حائلا بوجه مشاركة تيبو كورتوا في أي مواجهة محتملة بين أتلتيكو مدريد وتشيلسي. رئيس النادي الإسباني أنريكي سيريزو سبق قرعة نصف نهائي دوري الأبطال المقرر غدا. سيريزو جزم عدم إمكانية مشاركة حارسها البلجيكي المعار من البلوز بحكم العقد المبرم عام 2011، وتحوم الشكوك حول رغبة جوزيه مورينيو في استعادة خدمة كورتوا. نجح في التتويج بكأس الاتحاد الأوروبي وكأس الملك وكأس السوبر القارية تحت قيادة الأرجنتين دييغو سيميوني. تهمة اختلاس الأموال تلاحق البرازيلي رونالدينيو. إذاعة جاوتشا البرازيلية كشفت أن لاعب أتلتيكو مينيرو اختلس 725 ألف دولار من أموال مخصصة لمشاريع خيرية لأطفال الفقراء. المحكمة ديوان المحاسبة في ولاية غراندو سول فتحت تحقيقا بالموضوع، فيما استنكر روبرتو دي أسيسي موريرا شقيق رونالدينيو هذا الاتهام ونفاه جملة وتفصيلا. كان هذا ما لدينا من أخبار رياضية، عودة إلى علا البرشلونية. شكرا لك محمد، وإلى الماضي الحاضر. وصلنا إلى الختام، ولم يبقى إلا تذكير بعناوين هذه النشرة. السلطة الفلسطينية ترفض عرضا إسرائيليا بالإفراج عن الأسرى مقابل إبعادهم، وجولة جديدة من المباحثات بين عريقات وليفني وأندك. بعد أشهر من انسحابه منها، داعش يسيطر مجددا على مدينة البوكمال السورية عقب اشتباكات عنيفة مع النصرة والجيش الحر. الجيش اللبناني يبدأ بتنفيذ الخطط الأمنية في البقاع ويعتقل متعهد السيارات المفخخة ومجموعته. وقائد الأطلسي في أوروبا يتوقع نشر قوات أمريكية في شرق القارة لمواجهة التهديدات الروسية. نلتقي بعد قليل مع الموجز الإخباري. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.